اولا مبروك لجميع مكونات الفريق. احنا كنا مجبورين نفوزوا، وكان خصنا نبرهنوا على ان مقابله الجيش الملكي اللي دعت منا جوج نقاط راه ما جاش على الصدفه. دونك المقابله ديال اليوم كانت بالطبع تكتيكيه بيني وبين المدرب البلجيكي. عرفت ان فريق الخصم عنده القوة الضاربة، هما صانع الألعاب متولية، وفي الشوطين غيكون حفيظي. درنا ان ترافاي وصل الأسبوع باش نديروا واحد الماركاج عليهم. بالطبع سدينا الممرات على الأطراف، لأن مذكور ولا الناهيري ما خلناش يطلعوا ويزيدوا واحد زيادة عددية ويخلقوا لنا مشاكل. وفي نفس الوقت ملي كناخذوا الكرة كنلعبوا على العمق ديال الدفاع ديال الفريق الرجاوي. ضيعنا عدة فرص، جات فرصة ديال التسجيل سجلناها. الحمد لله هذا الانتصار غادي ينفس الجميع، لأن هاد اللاعبين الشباب ديال أولمبيكاسي كان خصهم واحد الفوز باش ترجع الثقة للجميع، لا المسيرين ولا الجمهور ولا اللاعبين. الآن خصنا نتناسوا هاد المقابلتين ونوجدوا فريق آخر الشطر الثاني إن شاء الله بالعمل وبالحزم وبالطبع الثقة المتبادلة بيننا وبالجميع مكونات فريق المسؤول.